السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم راح ناخذ المحاضرة الثالثة في مادة الأحياء المجهرية. موضوعنا لهذا اليوم التعقيم اللي نستخدمه مختبر الأحياء المجهرية وباقي المختبرات، المواضيع المهمة أيضا واللي نحتاجها حياتنا اليومية وكذلك بعملنا المختبري. Serialization التعقيم، تعريفه طبعا مهم، is freeing of an object from pathological microorganism MO يعني microorganism including bacteria and their spores viruses yeast and molds. يعني راح تعقيم ينطينا سطح خالي من الأحياء المجهرية المرضية اللي تتضمن شنو هاي الأحياء المجهرية؟ بكتيريا and their spores يعني الأبواغ مالتها، أيضا الفيروسات، الخمائر والفطريات. Method of sterilization طرق التعقيم. التعقيم منقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. أولا physical method الطريقة الفيزيائية، chemical method الطريقة الكيميائية، والميكانيكال ميثود الطريقة الميكانيكية. حاولنا قدر الإمكان نختصر الموضوع بالشكل اللي تحتاجوه شغلكم، فحتى نفهم التقسيمات، أول واحدة الفيزيائية الكيميائية والميكانيكية، كل واحدة بيهم راح تنقسم إلى عدة أقسام. عندنا الطريقة الفيزيائية تتضمن الهيت سيريلايزيشن والراديشن والغازز، يعني التعقيم باستخدام الحرارة والراديشن باستخدام الإشعاع والغازز باستخدام الغازات. التعقيم باستخدام الحرارة هاي تابع للطريقة الفيزيائية، طبعا بالأخير لكم مخطط يوضح لكم راح نحكي بالمحاضرة. فعندنا أول طريقة اللي هو الهيت سيريلايزيشن، تعقيم باستخدام الحرارة. باستخدام الحرارة ينقسم إلى دراي هيت حرارة جافة والمويست هيت الحرارة الرطبة. الدراي هيت يتضمن الريد هيت، الفليمينج، الانسينريشن، الهوت اير اوفن. يعني إذا يجيكم سؤال عدد لي أنواع لدراي هيت سيريلايزيشن، انت تقول لي dry heat, flaming, incineration, hot air oven، او كل طريقة شنو تستخدم. يعني هسه عندنا red heat تعقيم واسطة الحرارة الحمراء او اللهب الاحمر نسميه احنا، نستخدمه حتى نعقم الواير لوب البوينت اند اوف فورسبس. نعقم الواير لوب، الواير لوب تعرفوا اللي نشتغل بالمختبر، نشتغله بالزرع البكتيري بوضع العينة على السلايد. وعندنا البوينت اند او الاند اوف فورسبس الملقط الجراحي اللي نستخدمه بالمختبر، النهايه مالته نعقمها بواسطه الريد هيت. شنو الريد هيت؟ تعرفون البنزين برنر الموجوده بالمختبر، اللهب مالتها الاحمر نسميه الريد هيت. نخلي اللوب مالتنا في الدقيقه او 30 ثانيه على اللهب الاحمر، ان ما يصير اللوب مالتنا احمر فيسموه ريد هيت. وكذلك الفورسس من نريد نعقمها نخليها على اللهب الاحمر، ان ما تصير الراس مال الفورسس احمر يلا نوخره، فهذا يسموه التعقيم لدراي هيت ضمن ريد هيت. عندنا النوع الثاني بالدراي هيت فليمينج، اللي هو نستخدمه حتى نعقم الفوهة مال التيوبات نستخدمها بالمختبر، وكذلك السلايدات سطح مال سلايد، يعني بس نمرر الفوهة مال الفلاسك مالتنا او التيوب حتى نعقم الرأس مال الفلاسك او التيوب، وكذلك السلايد اللي نفحص به تحت المجهر نقدر نعقمه بالفليمينج. ايضا هذا الفليمينج قصد به اللهب مال بنزين برنر، بس هنا ما راح نخليه يصير ريد هيت، بس مجرد نمرر الفوهة الماوث اوف تيوبس والجلاس سلايد على سطح اللهب. الانسينريشن المحرقة نستخدمها حتى نعقم المواد المرضية اللي هو الباثولوجيكال ماتيريال، يقصد بها الباثولوجيكال ماتيريال يعني شخص أخذ من عينة مقطع نسيجي أو البكتيريا ورا ما نعزلها
أصبحت بكتيريا مرضية، فلازم نتلفها. فشنو طريقة التلف الصحيحة؟ نعقمها بالأوتوكليف وبعدين نوديها للمعرقة. يعني العينات المرضية المرحلة الأخيرة تعقيمها هو الإنسنريشن المحرقة. كذلك الملابس الجراحية اللي يستخدموها الجراحين بغرفة العمليات بعد ما تنتهي العملية يتلفوها بواسطة الإنسنريشن اللي هي المحرقة. فإحنا نعطيناكم استخدام واحد اللي هو باثولوجيكال ماتريال شامل لكل العينات المختبرية وكذلك المرضية. النوع الأخير بالدراي هيت سيريلايزيشن التعقيم بواسطة الحرارة الجافة اللي هو الهوت اير اوفن، جهاز اسمه الاوفن أو نسميه الهوت اير اوفن، نفس مفهوم الاوفن اللي موجود بالمنازل، بس هنا نستخدم درجات حرارة عالية. الاوفن هو حرارة جافة. من العقم لازم تكون درجة الحرارة من 130 إلى 180 درجة مئوية لمدة ساعتين إلى 4 ساعات. شنو اللي ينعقمه بواسطة الهوت اير اوفن؟ شغلنا بالمختبر اللي ينعقمه الجلاس ويرز. الجلاس وير تشمل عدة مواد، يعني المواد الزجاجية مثلا بايبيت، السرنج، الفلاسك، البتري ديش، السلايدز، هاي كلها نسميها جلاس وير. السواب، السوابات اللي نستخدمها زرع بكتيري، الفيكست اويل، الاويل اللي نسد بيه فوهات الفلاسك والتيست تيوب، الثيرموستيبل باودر، الباودر اللي هو يتحمل درجات الحرارة، نقدر نعقمه بالهوت اير اوفن. عندنا النوع الثاني من الحرارة اللي هو المويست هيت اللي هو الحرارة الرطبة نسميها. الحرارة الرطبة تتضمن التعقيم بواسطة درجة حرارة أقل من 100 temperature below 100 degree centigrade، يعني درجة الحرارة أقل من 100، هاي نسميها الباستورايزيشن، يعني الباسترة اللي تكون درجة الحرارة بيها 63 درجة مئوية for 30 minutes 30 دقيقة to sterilize، استخدام هذه الطريقة حتى نعقم الحليب. تعقيم الحليب يسموه البستر اللي هو أقل من 100 درجة مئوية. النوع الثاني بالمويست هيت اللي هو الحرارة الرطبة، الـ temperature at 100 degrees centigrade اللي هو درجة حرارة 100، يعني لا أكثر ولا أقل، وهذا يتضمن البويلينج الغليان نسميه، والستيمينج البخار. البويلينج نخلي العينة مالتنا أو الأداة اللي لي نعقمها 5 إلى 10 دقائق. شنو هذا اللي نعقمه بالبويلينج؟ الربر تيوب. الربر تيوب يقصد بها السدادة مال التيوب، تيجي ربر تصير. الجلاس سرنج، السرنجات اللي نستخدمها بالمختبر، وهاي بدورها راح تقتل كل النان سبور فورمينج بكتيريا، كل البكتيريا اللي ما تتكون لنا أبواب، لأن يعني البكتيريا تحتوي على أبواب ما راح يقدر نعقمها بهاي الطريقة. ستيمينج، طبعا ستيمينج درجة حرارة 100 هذا نقولنا، نسميه التندلايزيشن. التندل الستيم راح يكون بدرجة 30 درجة 30 دقيقة سوري for 3 days، مدة 3 أيام متتالية، نستخدمها حتى نعقم الجيلاتين ميديا والشوغر ميديا، يعني أوساط الزرعية الجيلاتينية والأوساط الزرعية السكرية. شوغر ميديا هناخذها بدرس الأوساط الزرعية، والجيلاتين ميديا أيضا راح ناخذها بدرس الأوساط الزرعية. فحتى نعقم هذول النوعين نستخدم الستيمينج التندلايزيشن لمدة 30 دقيقة لمدة 3 أيام. عندنا النوع الثالث بالتعقيم بواسطة الحرارة الرطبة اللي هو temperature above 100 degree centigrade اللي هو تعقيم بواسطة درجة الحرارة اللي تكون أكثر من 100 درجة مئوية، وهذا نسميه autoclaving، ونستخدم بهاي الطريقة جهاز نسميه autoclave موجود بالمختبر، إن شاء الله بدروس العملية شوفوا. طبعا أكثر شيء مختبر احنا استخدامه الأوتوكليف والهوت إير أوفن، دول اللي شاملين. الأوتوكليف راح يعقم لي يعني مجال واسع من الأدوات
أوساط الزرعية اللي يحتاجها بعملي، وكذلك الهوت اير اوفن هيعقمني الفلاسك والجلاس وير اللي يستخدمها بالمختبر. فحتى عيادة طبيب الأسنان، عيادة الجراح راح تلقون أوتوكليف وهوت اير اوفن. الأوتوكليفينج أو الأوتوكليف جهاز هي حالة تستخدم تعقيم، يعني طبعا الظروف مالتها هي مهمة، الظروف مالتها اللي تكون ظروف يسموها الاوتوكليف انفايرمنت، الظروف مالتها تكون 15 bar IBN bar و 121 ديجري سنتيغريد درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. هذا الوقت ودرجة الحرارة والضغط ثابت طبعا يكون بالاوتوكليف. ماشي، تستخدم الاوتوكليف حتى نعقم السيرجيكال تولز، السيرجيكال تولز الادوات الجراحية اند كلوثز والملابس نستخدموها الجراحين او بعمل غرفه العمليات. الكلتشر ميديا الاوساط الزرعيه كلها اغلبها يعني، ويعقم لي انوكوليتد ميديا. الانوكوليتد ميديا يقصد به الوسط الزرعي بعد ما زرعت عليه، طبعا قبل ما ازرع راح اعقم، وبعد ما ازرع راح تعرفون راح يتلوث الوسط الزرعي، فحتى اتلفه بيش اتلفه اتلفه بالاوتوكليف. هذا السلايد وضح لنا الاوتوكليف وطريقة عمل الاوتوكليف او شو المفهوم اللي يستخدم الاوتوكليف. طبعا الاوتوكليف باختصار هو جدر الضغط نفسه الموجود بالمنازل، مجرد هنا راح يختلف عندنا عداد وعندنا سيفتي فالف واير فالف. الاوتوكليف مثل ما تلاحظون هنا بالاسفل راح يكون عندنا ستاند، وتحت الستاند راح يكون كمية من المياه هنخلي، وفوق الستاند راح نخلي الادوات مالتنا الباكت اللي هو صندوق، ونغلق فوق السطح او نغلق الغطاء مال الاوتوكليف باحكام. طبعا اكو عندنا هاي السكروت تلاحظوها باللون الاسود اللي هو السدادات، هاي هنا واضحه السدادات هاي كلها راح نسدها. وهذا عندنا السيفتي فالف والاير فالف، السيفتي فالف مثل ما تلاحظون والريليز فالف او يسموه الاير فالف، هذول نسدهم اثنين ونشغل الاوتوكليف. من يشغل الاوتوكليف راح عندنا هنا مصدر للحرارة اللي هو الهيتينج الكترود، تلاحظون بالأسفل هيتينج الكترود، وهذا من مغلق الغطاء مال الأوتوكليف راح يشتغل عندي الحرارة، راح يغلي المي. من يغلي المي راح يصعد الضغط داخل الأوتوكليف، راح البخار يصير درجة حرارته عالية. بس هنا عندي عداد مال ضغط وحرارة، يعني مضبطيه احنا بدرجة حرارة 121 ونضبط الضغط 15 بار بحيث ما يصعد فوق هذا الضغط. من يصعد راح يفتح لي فتحة الهواء حتى ينفس لي من الضغط ويرجع تنزل الحرارة بحيث تستقر على 121 لمدة 20 دقيقة، وبعدها نغلق التيار الكهربائي عن الاوتوكليف ونفتح الريليز فالف حتى يطلع عندي الضغط والهواء الساخن موجود داخل الاوتوكليف. طبعا هذا كله بالعمليه راح تشوفوه، وننتظر الماء ينزل الضغط والحراره للصفر، يلا نفتح الفوهه او نفتح الغطاء مال الاوتوكليف، لان اذا فتحناه راح ينفجر عندنا الاوتوكليف. عندنا بالطرق الفيزياوية النوع الثاني اللي هو الراديشن ستيرلايزيشن بواسطة الإشعاع، نوعين من الأشعة نستخدمها، النن أيونايزنج تايب والأيونايزنج تايب. النن أيونايزنج يقصد به اللا أيوني والأيوني. اللا أيوني مثال منه الألترا فايوليت، طبعا كلها أمثلة مطلوبة من عندكم وكل الأنواع، الإنفراريد الأشعة الحمراء. النوع الايوني يقصد به الجاما رايز، اشعة جاما واكس راي والبيتا رايز، هاي كلها نعتبرها ايوني. استخدامات الراديشن استخدمه حتى يعقم الفود كانز، المعلبات الغذائية، السيرجيكال سوتشرز، الخيوط الجراحية، والثيرمال بايل دراجز، والادوية التي ما تتحمل درجات حرارة عالية فيقوموها بالراديشن. الديسبوزابل سرنج، هاي السنجات الموجودة بالأسواق كلها تعقب بالراديشن. الووتر مياه
والاير والسيرفيسز اوف ورك سبيس، يعني الاسطح مال العمل والهواء مال المختبر او من غرفه العمليات العقمه بالراديشن. عندنا النوع الثالث من الطرق الفيزيائيه للغازز ستيرلايزيشن، اللي هو تعقيم استخدام الغازات، مثالها ايثايلين اوكسايد، فورمالديهايد، كربون دايوكسيد. الادفانتج مال استخدام ذول الغازات نستخدمها because it has high penetration power and it is compatible with most materials. عندها قابلية اختراق عالية، لكن مشكلتها ذول الغازات تسبب لي toxic residual and they are explosive، يعني راح تعطيني بقايا سامة وبعض الأحيان تكون قابلة للانفجار، لذلك التعامل وياها يكون بحذر. استخداماتها شنو؟ نعقم الستيرايل بلاستيك سرنج، البلاستيك سرنج والرومز هالز والبولتري هاوسز، نعقم السرنجات وقاعات العمليات، يعني قاعات غرفة العمليات، وعندي بيوت الطيور. النوع الثاني الكيميكال ميثود. كيميكال ميثود عندنا نوعين بي، الانتيسيبتك والديس انفكتنت، يعني مواد كيميائيه. الانتيسيبتك اتس كيميكال سبستانس ذات انهبيت ذا جروث اوف مايكرو اورجانيزم اون ليفينج تيشو، مثالها منو؟ 70% الكحول، هيبتان، سيتافلون، والسولت، هاي كلها نسميها انتيسيبتك، تستخدم حتى تثبط لي نمو المايكرو اورجانيزم اون ليفينج تيشو على الأنسجة الحية لجسم الإنسان. يعني جسم الإنسان نسيج ذاك ونسيج هاي، أقدر أنا أخلي 70% الكحول، يعني هسه المعقمات بالسوق الموجودة البخاخ وغيرها، إذا تقرون نسبة الكحول تقول 70%، لأن كل ما يزيد مو زين راح يأذي لي الأنسجة من الجسم. هيبتان كذلك نقدر نستخدمه بالمواد التعقيم، والسيتافلون والسولت، هاي كلها نقدر نعقم بها الأنسجة الحية. الديسانفكتانت It is a chemical substance used to sterile non-living object. الديسانفكتات عكس الانتيسبتك، نعقم بيها الأسطح أو نعقم بيها المواد اللي هي غير حية، مثالها من الفينول، فورمالين، لايسول، وأي ديترجنت. The disinfectant may be described either as، طبعا disinfectant نقدر نوصفهم ك بكتيريوستاتيك وبكتيريوسايتال. بكتيريوستاتيك يقصد بها any substance which inhibit the growth and multiplication of bacteria but do not necessarily kill them، معناتها انه مجرد راح يثبط لي نمو البكتيريا، بينما البكتيريوسايتال عكسه راح يسوي يقتل لي البكتيريا. النوع الاخير اللي هو الميكانيكال ميثود، مثال منو؟ الفلتريشن اللي هو الفلترة. It's possibility، يعني هنا نستخدم فلتر، هيبا فلتر، بورسلين، أسبستوس إلى آخره. It is the possibility to render any solution free from bacteria by passing through special filter medium. هنا قابليتها على إعطاء سطح خالي أو إعطاء أي مادة تكون خالية من البكتيريا. يعني من هستخدم الفلتر راح يعطيني مادة خالية من البكتيريا، عن طريق شنو؟ عن طريق مرور هذا السائل خلال فلاتر خاصة. شنو هاي الفلاتر؟ أنواعها البورسلين فلتر، السيليكون، والأسبستوس ممبرين فلتر. استخدامها شنو؟ حتى نعقم السيرم، نمصر الدم، توكسينز، توكسينات، اير، الهواء، والانتيبيوتيك والمضادات الحيوية. هاي استخدامات الفلتريشن أو فلتر ممبرين اللي نستخدمها. عندنا هذا آخر سلايد، نفس الحكي اللي حكيناه، مجرد مختصر لكم على شكل خريطة مسوي، يعني خاف كتعداد طالب حتى ما يدوخ بيه يقدر يقرأ هذا المخطط، لكن استخدامات هنا ما موجودة، تقروها من المحاضرة استخدامات كل أو مثال كل طريقة. شكراً.